السلام عليكم ومرحبا فيكم في الحلقة الثانية من لعبة انسايد. قبل لا نبدأ لا تنسى اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات، ويلا خلونا نكمل اللعبة. اوكي، في نهاية الحلقة الأولى وصلنا إلى هذا المكان، فخلونا نكمل ونشوف وش نسوي. والآن أغلب شيء يبغون نغوص تحت ونسوي شيء في الماي. لحد الآن عالم اللعبة غريب وأنا ما نفهم ولا حاجة. اوكي، على فيها طراد غرقان. هنا في شيء يبغون نسحب هذا. نايس، سحبنا قطعة الخشب نستخدمها عشان نرجع لش اسمه اليابسة. نكمل. اوكي، وصلنا. الحين اركب فوق. بوم، نايس. اوكي، واختبر وشي زي كذا. كاني اذكر هذا المكان. في الحين تلاعب بالماي. اوكي، نزلنا مستوى الماي فانفتح لين الباب. الحين يبغون احنا نركب هناك. بس الباب هذا يتسكر. بس نقدر نركب هنا؟ نقدر؟ في شيء هنا. اوكي، فتحنا هذا، بس وش استفدنا؟ نرجع هنا، نضغط. نقدر نضغطها. خلينا نجرب حركة نضغطها واحنا داخل الماي. نايس، بس هذا اللي احتاجنا نسويه. سهلة. اوكي، المكان شوي مظلم. الحين ما خلصنا. يبغونا اوكي، الحين ما خلصنا. اوكي، يبغونا نوصل للسلسلة الموجودة فوق، بس ما عندنا شيء نوقف عليه لو رفعنا مستوى الماي. هذا هو الحل. بوم. اوكي. نايس. اوكي، نشوف شو اسمه محطة قطارات. يعني المكان شو اسمه، انا ما فاهم ليش يستخدموا البشر. اوكي، هل البشر دول عليهم عزيمة حي مو كانهم شو اسمه بعد ما يموتوا بس صغيرين ما فيهم حياة؟ اوكي، انا اتخبى ورا هذا البيب فوق.
انزل انزل حبيبي، انزل انزل. يبغون ننزل هذا الصندوق او القفص عشان نعبر، نستخدمه عشان نروح شو اسمه. كمل. كمان اتوقع كذا خلاص، ممكن انزله شوي بس زيادة احتياطا بس. اوكي، هذا حد اصلا. اوه تغب. نقدر نس اوبا نايس. اوكي ايه، نزلنا تحت زيادة. ماي بعد. اوكي، اطار شو اسمه مهمل متروك. اوكي، هذه كلها مقطورات، ما شو اسمه مهملة متروكة. في كلاب يا حبيبي. اوكي، ما شافوني صح؟ اوكي، اوكي قلع. هل في شيء تحت هنا؟ اوه يسبح. ما توقعت انه يسبح. اوكي اوكي، اهرب 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 اهرب. او جاين 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 جاين. انا واحد رجع. لا ما رجع. بسرعة 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 بسرعة. باي باي يا حمير، يلا ولو. تحس ان احنا المشكلة شفنا اطفال مع الناس اللي قاعدين يختبروا البشر الدمى، يعني في ناس صاحيين بس ليش قاعدين شو اسمه يسيطروا على هالبشر؟ وليش هالبشر زي صايرين زي الدمى؟ اوه بنبقى غواصة الحين.
باي باي. ادخل ادخل اركب اركب اركب. واو، فيها نظام تقدر تدف نفسك. احنا الحين قاعدين ننزل في الاعماق زي هذا. لو سويت بوم نايس. الحين نفس الشيء نسوي على تحت، لكن يعني في جزء كبير من هالمكان غرقان تحت تحت الماي. هل زي القبة؟ دخلنا ايه هذا الجدار، نبغى ننزل تحت. نايس. ما يمدينا نعبر؟ خلينا نجرب كم مرة. اوكي شكله ما يمدينا نعبر. لحظة، لحظة 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 لحظة، كان جت في بالي فكرة. يمديني أعبر أنا من تحت. أي نايس. الحين نبغى نفتح الباب عشان نعبر الغواصة. يلا هذا صراحة الولد قاعد أحسه يشبه عدنان، وفي عالم زي عدنان ولينا. بابا أسميه عدنان. يلا يا عدنان، بغينا نحصل طريقة نفتح البوابة عشان نعبر الغواصة زي ما قلت. اوكي نتسلق هذا. ما الذي هنا؟ في جهاز. اوه يا حبيبي، اوكي اوه غابة، غابة داخل مكان. هذا يعني مو غابة حقيقية. أذكر هذا. أوكي. هذه غابة صناعية. اوه هذا يفتح البوابة. نايس نايس نايس. اوه اذكر هالمخلوقات دي. ايش في مخلوقات هنا صحيح؟ نايس.
لا اوكي، لا تضرب الجدار. قم نايس، وحين كمل الغواصة. اها، مكان سري. ايه خلاص وصلنا. اوكي هذا مكان، هذا اللغز لو عشان هذا ناخذ هذا. كم مشكلة؟ بوم. ننزل، طيحنا تحت. ينزل، يقدر يستخدم الغواصة؟ مستحيل. يقدر. جاي في بالي فكرة. لحظة لحظة لحظة، تعال تعال ارجع. قوم انت. لا لا يا غبي، قوم. انا بنزل دقيقة. لازم اركب الغواصة انا وانط بها عشان شو اسمه ينشبك مع هذا. نايس. إذا الآن وين كده؟ بوم 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 بوم. نايس، بس كلها هذا الموجود. اوكي، يعني هذا مو الطريق اللي نحتاج نروح نروحه. ممكن نحتاج نروح فوق اصلا من الدرج. نروح فوق. على في بوابة مسكرة. لا لا مو مسكرة، مفتوحة. نايس. هل يبغون نخفض مستوى الماي عشان نفتح هذا؟ أو هنا في سر. أو أوكي، اركب اركب اركب. ليش طلعت؟ ممكن يبغوني اطلع من الغواصة واضغط الزر.
نشوف كيف بدنا نروح. ما بدنا نروح ابدا. اوكي يعني يبغون نسوي هذا بسرعه وننط قبل لا يرتفع الماي. اوكي تلعب بسرعة. اركب كم او لحظة جت في بالي فكرة ثانية. نسكر الماي ونرجع ونخلي الغواصة من دي الجهة. هذه الطريقة الصحيحة. اوكي الان المفروض احنا نقدر نعبر وناخذ الغواصه ونكمل. البوابه تكون مفتوحه. نايس. اوب فيري نايس. اوه هالمخلوق هذا ده مكانك. لا 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 يبغون نكسر فوق شكلهم. يبغون نسكر البوابة. نايس كده سكرنا البوابة نقدر يلحقنا. نايس خلصنا. اوكي اتوقع هذه النقطة ممتازة اني اوقف الفيديو فيها. اتمنى من الحلقة الثانية من تختيم انسايد عجبتكم. لو عجبتكم لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات، وان شاء الله بشوفكم في الفيديو الجاي. مع السلامة.